بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوفاة الدكتور صائب عرقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب الفلسطيني الشقيق، سائلا المولى تعالى يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. وأشاد سموه في البرقية بإسهامات الدكتور صائب عريقات رحمه الله في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.